فشعبنا لن تنطلي عليه الخدعه وهو يعرف انه لا جديد سوى تغيير الوجوه ان التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي انحيازه لهؤلاء الفاسدين والارهابيين على حساب شعب كريم يناضل من اجل السلام ومن اجل حريته وكرامته وسيادته واستقلال بلده العزيز والكبير ولذلك كله فان مسؤوليتنا ما تزال كبيره وجسيمه ويكاد الواجب الجهادي والوطني أن يكون فرض عين على كل يمني ويمنية، حتى يكف المعتدون أذاهم عن بلدنا، ويدركوا أن اليمن بلد عزيز، لم يخطئ بحق أحد، ولم يبدأ الاعتداء على أحد، ولا يستحق كل هذه الإساءات والممارسات الخاطئة من أي أحد، وفي هذا السياق، أنصح كل أصحاب القرار في دول العدوان بكف الأذى والمسارعة إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، وفوق هذا النصح استعداد صادق لمساعدتهم على ذلك. أيها الإخوة والأخوات، إن كل السنين الماضية بكل ما حفلت به من معطيات وأحداث ومتغيرات، قد اثبتت وبما لا يدع مجالا للشك سلامه الموقف الوطني المناهض للعدوان وحصافه مكوناته الشريفه وصوابيه ما يتكئون عليه من رؤى سديده واختيارات وخيارات موفقه انتجت كل هذه المواقف المشرفه والراسخه والمبدئيه وما كان ذلك ليكون لولا توفيق الله ثم الانحياز المطلق للشعب والارض والتمسك منذ اللحظه الاولى بالقرار السياسي الحر والمستقل. ولقد اخترنا هذا الطريق باعتباره الخيار الوحيد والمتاح لحفظ ما يمكن حفظه من احترام الذات، وصون ما يمكن صونه من حقوق ومصالح الشعب في امنه وعزته وكرامته وسيادته واستقلاله. وها هو اليوم الواقع يشهد كل يوم بهذه الحقيقه الناصعه ويؤكد لكل ذي عينين بان من رهن نفسه او يحاول ان يرهن نفسه للخارج انما هو في الواقع يحكم على نفسه بالتيه والضياع ويتحول الى معول هدم والى حاله خطره على نفسه وعلى كل شيء جميل في ربوع هذا الوطن الواحد والموحد ولنا في نموذج والعملة والارتزاق مثال حي وشاهد ناطق على صحة ومنطقية ما نقوله ونفعله منذ سبعة أعوام ولعل ما يجري اليوم في المناطق المحتلة هو إثبات جديد لهذه الحقيقة وتأكيد إضافي على قبح مشاريع الارتهان والتبعية مثلما هو دليل أيضا على عظمة مشروع التحرر والاستقلال. إن مشروع التصدي للعدوان الخارجي والتحرر من كل صيغ الهيمنة والوصاية هو اليوم الملاذ الآمن والحاضن الوطني الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في بناء المصالح العليا للشعب وفي حماية القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها بناء الدوله وتحقيق الامن والاستقرار والسياده والاستقلال وصون الجمهوريه والحفاظ على وحده وسلامه الارض والشعب وهو المعول عليه في تصحيح كل المسارات والعناوين التي انحرفت بها المشاريع الصغيره ومن يقول بغير ذلك فهو انما يمارس حاله مزريه من حالات الغش والخداع لمن يسير معه او يدور في فلكه